بونجور يا شباب. زي ما درسنا قبل كده السيلول وعرفنا ان اي اتري فيفون جسمه بيتكون من سيلول سواء يونيسيلولار او بلوريسيلولار. النهارده هنتكلم عن الميكروسكوب. الميكروسكوب هو الاداه اللي احنا بنشوف بيها السيلول وبنشوف التفاصيل اللي جوه السيلول. الميكروسكوب يعتبر هو الجزء الثاني من شابتر 1 يونيتي 2. تعالوا نشوف مع بعض الفرق ما بين ميكروسكوب اوبتيك والكترونيك وكل واحد وظيفته ايه. اول حاجه للميكروسكوب اوبتيك اللي هو المجهر الضوئي او الميكروسكوب الضوئي، ومن اسمه كده زي ما اتفقنا هو بيعتمد على الليمير الضوء سواء كان بتاع الشمس او الارتفيسيال اللي هو الضوء الصناعي، وده بيكبر اقصى حاجه 1500 فوا، اقصى حاجه 1500 مره. طب لو اكتر من كده الريزوليوشن هيبقى ضعيف او الصوره تبقى نيبا كلير او مش واضحه. الميكروسكوب ده اللي بنشوفه كلنا تقريبا في المدارس وفي المعامل عندنا، وبيبقى شكله زي ما احنا شايفين، في عدسه بنحط فيها عينينا بنسميها الاوكيولار، وعدسه تانية بنحط تحتها الشيء او الاوبجيه اللي احنا عايزين نفحصه، السيلول مثلا او اي حاجه، ودي بنسميها اوبجكتيف. تمام، يبقى عندي عدسه اسمها اوكيولار وعدسه تحت ممكن اختار اي واحده حسب قوه التكبير اللي انا عايزها اسمها اوبجكتيف. لو انا ضربت الاوكيولار قوه الاوكيولار في قوه الاوبجكتيف هيطلع لي قوه تكبير الميكروسكوب كله. تعالوا نشوف ده مع بعض. جروسيسمون قوه التكبير بتاعت الميكروسكوب هي عباره عن الجروسيسمون بتاعت الاوكيولار فوا جروسيسمون دو لوبجكتيف، يعني قوه تكبير الميكروسكوب بتساوي قوه تكبير العدسه العينيه اللي بحط فيها عينيا فوا الجروسيسمون بتاعت الاوبجكتيف اللي هي العدسه الشيئيه. لو احنا مثلا هنشوف مع بعض بروبلم، لازم نفتكر كويس قوي القانون ده. لو انا قلت مثلا الميكروسكوب ميكرو بيساوي الاوكيولار فوا الاوبجكتيف، فمثلا لو انا عندي قوه تكبير الاوكيولار 10 وعندي الاوبجكتيف مثلا هقول 20 يبقى قوه تكبير الميكروسكوب كله كام؟ هقول 10 فوا 20 يديني 200، يبقى قوه تكبيره كله على بعض 200 فوا او 200 مره. طيب لو هو اداني قوه تكبير الميكروسكوب نفسه مثلا 1200 واداني الاوكيولار اللي هي 10 وعايزين الاوبجكتيف، يبقى هعمل ديفيزي 1200 ديفيزي 10 0 مع 0 هيبقى 120. طبعا انا بقول ارقام بار اكزامبل عشان نفهم القانون بتاعنا. يبقى القانون اللي بحسب بيه قوه تكبير الميكروسكوب اوبتيك هو الاوكيولار فوا اوبجكتيف. نشوف بعد كده ان قوه التكبير لوجمونتاسيون دو ديستينكسيون اللي هي التكبير او الوضوح بتعتمد على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه يوزاج دي بيجمون، بستخدم اصباغ. احيانا الخلايا عشان بتبقى شفافه ما بتبقاش واضحه قوي تحت الميكروسكوب، فممكن الانسجه او الخلايا احط عليها صبغه معينه. الصبغه دي بتعمل لي نوع من الوضوح، ولكن للاسف ليها عيب انها ممكن تموت الخلايا الحيه. لو انا جايب اميب او باراميسي او اي كائن من الترع والمستنقعات، حاجه حيه بتمشي في العينه ممكن تموت لو انا حطيت عليها بيجمون او اصباغ. النقطه الثانيه اللي تعمل ديستينكسيون او وضوح هي شانجمون دي نوفو ديكلاراج، او ان انا اغير مستوى الوضوح عن طريق ان انا ممكن اغير العدسات نفسها. زي ما شفنا الاوكيلار فوق اهي والاوبجكتيف تحت اكتر من واحده، كل واحده ليها قوه تكبير، فانا ممكن اغير القوه مثلا من 4x 10x وهكذا. يبقى كده عرفنا ايه الحاجات اللي ممكن تزود الوضوح شويه في الميكروسكوب اوبتيك. هنخش بعد كده على الميكروسكوب الكترونيك اللي هو الميكروسكوب الالكتروني، ومن اسمه هو مش بيعتمد على اللوميير لكن بيعتمد على الالكترون يعني الكهرباء اكتر. ده بيعتمد على حزمه من الالكترونات بنقول عليها كده فيزو دي الكترون ا جراند فيتيس، بسرعه عاليه جدا مكان اللوميير، وده العدسات بتاعته مش عادية الكترومانيتيك عاملة زي الشاشات كده بتاعت مثلا التلفزيون، وبيكبر لغاية مليون فوا
ممكن من 100,000 مره لغايه مليون مره، فطبعا ده بيجيب كل التفاصيل المهمه بتاعه العينه. زي ما انتم شايفين ده كده زي اكزامبل او شكل للميكروسكوب الكترونيك. بس لازم نعرف ان الميكروسكوب الكترونيك كمان هو نوعين، خلي بالكو، il existe deux genres de microscope électronique. في الكترونيك اسكاني بنسميه الماسح، يعني بيشوف العينه من فوق ما بيخشش للتفاصيل الداخليه، وفي ميكروسكوب الكترونيك اترانسميسيون اللي هو بنسميه النافذ، يعني بينفذ وبيشوف التفاصيل الداخليه. طبعا لما يجي يقول لي مثلا عايزين نشوف اجزاء داخليه للميتوكوندري اللي جوه السيلول، يبقى انا بستخدم هنا ايه؟ الترانسميسيون. لما يقول لي شكل سطحي او خارجي لمثلا جلوبيل بلون او خلايا الدم البيضاء، يبقى انا بتكلم هنا على الميكروسكوب الكترونيك اسكاني اللي هو بنسميه الماسح. يبقى كده احنا عرفنا الفرق ما بين الميكروسكوب الماسح او اسكاني والنافذ اترانسميسيون. كده احنا خلصنا مع بعض درس الميكروسكوب وخلصنا شابتر 1 في يونيتي 2. هنتمرن شويه على الاسئله عشان بعد كده نشوف مع بعض بقيه البروجرام. تابعوا معايا وربنا يقويكم. هنبدا مع بعض الاسئله. كيستيون نيميرو 6 بيقول pour utiliser le microscope optique afin d'obtenir une image claire le pouvoir grossissant او grossissement يعني peut-être. لو انا عايز اشوف بميكروسكوب اوبتيك، المفروض ان قوه العدسه العينيه اوكولير فوا الشيئيه اللي هي الاوبجكتيف تكون كام في كام عشان تديني صوره كلير او واضحه. لو احنا ضربنا الارقام في بعض، اول حاجه 40 فوا 50 طبعا تديني 2 ميل، ده رقم كبير، احنا قلنا اقصى حاجه ميل 500. فلما اجرب كل الارقام هلاقي الاقرب للصح هي مين؟ 12 فوا 100، لانها هتديني 1200 وده اقل من 1500، يعني صوره واضحه. كيسيون اللي بعد كده، ان ليف اكزاميني دي سيلول فيجيتال الات دي ميكروسكوب اوبتيك. في ولد شاف الخلايا النباتيه ديت تحت الميكروسكوب بالشكل ده نيميرو 1، وبعد كده عمل حاجه خليته يشوفها اكثر وضوحا زي ما انتم شايفين نيميرو 2. يا ترى عمل ايه؟ بيقول لي هو ممكن يكون عمل ايه عشان يشوف الصوره بالوضوح ده؟ هل هو ممكن اضاف بيجمون صبغه؟ هل هو اضاف او ديستيلي ماء مقطر، الماء المقطر اللي هو الميه الخاليه من الاملاح تماما، ولا هو اضاف الكول ايتيليك يعني كحول ايثيلي سبيرتو، ولا ممكن يكون استخدم لونتي ليها قوه تكبير اكبر شويه. اخر واحده دي ممكن تخلينا نفكر فيها، لكن لو احنا شفنا حجم الخلايا ما اتغيرش، اذا هو ما كبرش لكن هو غير وضوح، يبقى اختار لاتر A اللي هو اضاف بيجمون، لان البيجمون هي الصبغه اللي هتدي وضوح اكتر. كيستيون اللي بعد كده بيقول لي لديفيرون جلوبيل بلون، الخلايا بتاعت كرات الدم البيضاء المختلفه بوف اتر ديستينجي، نقدر نميزها عن بعض الات دي ميكروسكوب كومبوزي، بميكروسكوب مركب اللي هو الضوئي العادي اللي فيه اوكيلار واوبجيكتيف، بكل الوسائل الاتيه صف، يبقى انا هختار ما عدا. لو انا قريت الاختيارات هلاقي اون يوتيليزون لي كلوران، ممكن الوان او اصباغ، ممكن اغير قوه الضوء او قدره الضوء، ممكن كمان اغير قوه التكبير اخليها ميل، ممكن اغير قوه تكبير الميكروسكوب واخليها 2500. طبعا مين اللي لا تتوافق مع ميكروسكوب اوبتيك او كومبوزي؟ هي نيميرو برافو 2500، لان كده هنقول ني با كلير. نيميرو 9، السؤال اللي بعد كده سؤال حلو جدا، بيقول لنا كال جرافيك اليستر لا ريلاسيون انتر النومبر دي سيلول كي اباريس لور دو ليكزامان دان تيسيو دو بلانت دو وانيون لو بوفوار غروسيسمون دي لونتي يوتيليزي دون لو ميكروسكوب اوبتيك. اي شكل من الاشكال دي بيعبر عن العلاقه ما بين قوه التكبير في ميكروسكوب وعدد الخلايا. هل كل ما قوه التكبير بتزيد بشوف خلايا اكتر، يعني العدد بيزيد، ولا العكس؟ عشان نفهم بيه تعالوا نفكر مع بعض. لو انا بصور مجموعه من اصدقائي بالموبايل والصوره طلعت مثلا 10 من اصحابي، كل ما اكبر الصوره بشوف عدد اكتر من اصحابي ولا اقل؟ طبعا كل ما اكبر بشوف عدد اقل لكن اكبر في الحجم. اذا هنا في علاقه انفرسمون، كل ما قوه التكبير بتزيد كل ما عدد الاشخاص او هنا عدد الخلايا
بي ال، يبقى هختار العلاقة بي، عدد الخلايا عكس قوة التكبير. وعشان نكون فاهمين كويس، الجرافيك دي اول واحدة بتقول لي ان قوة التكبير تزيد عدد الخلايا يزيد، يعني دي ديركتمون بروبورشنال، مش هنختارها. دي اللي اخترناها، حاجة بتزيد وحاجة بتقل، هنا حاجة بتزيد وحاجة ثابتة، وهنا في تغير يعني زيادة ثم نقصان. كيستيون اخير على درس الميكروسكوب بيقول لي لوكال دي زيليمون سويفون بوتيتر فيو او ميكروسكوب اوبتيك، مين من العينات دي ممكن اشوفه بميكروسكوب اوبتيك، يعني ميكروسكوب ضوئي. طبعا انتوا عارفين ميكروسكوب ضوئي يعني اقصى حاجه بيكبرها 1500 فوا. فهل ممكن اشوف سيلول بكتيريان، خلايا بكتيريه، فيروس، والفيروس انتوا عارفين انه اصغر بكتير جدا من البكتيري، ولا البارنيكولير يعني الثقوب النوويه اللي موجوده جوه سيلول فيجيتال اللي جوه النويو بتاعت السلول، ولا ستركتور انترن دو ميتوكوندري يعني التركيب الداخلي للميتوكوندري بتاع سلول انيمال. طبعا انا هختار اكبر حاجه في الحاجات الموجوده، فهختار سلول بكتيريان. وبكده احنا خدنا عينات سريعه على الاسئله عشان ان شاء الله نقدر نحل اكتر في الامتحان. ربنا معاكم.